طلاب وطالبات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم بسمرح الخطاب من مدرسة القيروان النموذجية. اليوم رجعنا لنكمل شرح مادة الأحياء للصف العاشر، ورح نبلش بدرس جديد بيحكي عن أدلة على حدوث نظرية التطور اللي تحدثنا عنها في الدرس السابق. حكينا في الدرس السابق عن التطور، إنه هو حدوث تغير في الكائنات الحية مع مرور الزمن، ما بصير فجأة، هو بصير مع مرور الزمن، بحيث إنه يا أعدادها بتزيد أو بتقل. بتزيد يعني بتنتج أفراد جديدة، أو بتقل يعني بتنقرض. ومن الآراء والنظريات اللي حطوها العلماء لتفسير هاي الظاهرة اللي هي ظاهرة التطور، كان عندي ثلاث نظريات، اللي هي الانتخاب الطبيعي، ونظرية التدرج، ونظرية التوازن المتقطع. كونه في نظرية عندي فهو إشي مقترح، فأنا بدي أدور على الأدلة يلي بدها تأكد لي هذا الإشي. مش حكينا إنه نظرية شيء ممكن أنا أقتنع فيه وأتقبله، وممكن إني أنتقده وما أتقبله؟ فمن الأدلة يلي وجدوها العلماء على حدوث التطور للكائنات الحية، واحد، علم التشريح المقارن. التشريح أخذت عنه التشريح، إنه أنا هي المعرفة الأجزاء الداخلية لجسم الكائنات الحية. 2، السجل الأحفوري، له علاقة بالأحافير، أكيد الأحافير هي كائنات حية كانت قديماً، ورح نقارنها بالكائنات الحية الموجودة حالياً. 3، عن البيولوجيا الجزيئية، البيولوجيا الجزيئية يعني عن المادة الوراثية في الكائنات الحية، رح نقارنها ببعض. هاي الثلاث أدلة يلي درسوها العلماء عشان يقارنوا الكائنات الحية زمان بهلا، فرح نتعرف عليهم واحدة واحدة مع بعض إن شاء الله. بلش يحكي لي عن علم التشريح المقارن. حكينا علم التشريح هو المعرفة بالأجزاء الداخلية لجسم أي كائن حي موجود عندي، لكن المقارن إنه أنا بدي أقارن هاي الكائنات الحية ببعضها، بدي أقارن تراكيبها مع بعض. فهون جايبين لي اللهم صل على سيدنا محمد عظام للأطراف الأمامية لبعض الثدييات، يعني هون درس الموضوع على الثدييات فقط. جايب لي أطراف أمامية لخفاش ولا الدولفين ولا القط. لاحظ شو، إحنا لو نتفرج على الثلاث مقاطع رح نلاحظ إنه العظام متشابهة نوعا ما، متشابهة في التركيب، يعني إنه في عندي أنا هون الأطراف من فوق، إذا بتلاحظوا هو كيف مقسمهم لثلاث أجزاء بتحس إنهم متشابهين. فهلأ هون هم استنتجوا إنه كون الثدييات أطرافها الأمامية متشابهة، إذا أكيد اللي خلقها واحد. وفي إجوا علماء شو بيحكوا، إنه كونه هاي الثدييات أطرافها متشابهة، إذا هي كانت أصلا كائن واحد وتطور ونتج منه هاي الكائنات كلها. تخيلوا يعني الكلب تطور صار خروف مثلا، الخروف تطور وصار إيش يعني جاجة. لا، هون الموضوع مو هيك، الموضوع إنه هم بياخذوا تراكيب متشابهة يعني من نفس الفصيلة، يعني أخذوا الثدييات أخذوا منها مقاطع معينة. برضو الطيور أخذوا من أكثر من طير مقاطع معينة، ولا كيف عرفوا، كيف حددوا إنه مثلا البطريق طائر؟ ليش؟ لأنه لما إجوا في علم التشريح المقارن لاحظوا إنه هو أصلا بيرجع لفصيلة الطيور، وهكذا. برضو زي ما عملوا دراسة عن الثدييات، إجوا هم تم يعملوا عن الفقاريات. الفقاريات هي الحيوانات يلي إلها عمود فقري. جابوا الكاحل، ما هو الكاحل؟ هو المفصل يلي بيوصل القدم بالساق، يعني المفصل يلي بيربط القدم من الأسفل بالساق من الأعلى. أخذوا هذا الكاحل من غزال ومن الحوت البدائي ومن الكلب. برضو لاحظوا إنه إذا بتلاحظوا من الأسفل ومن الأعلى للكاحل هو متشابه بين الثلاث فقاريات، فبرضو هون اعتمدوا نفس النظرية يلي هي نظرية علم التشريح المقارن، إنه أنا بجيب نفس الجزء من أكثر من حيوان وبقارنه ببعض. فأنا هون بلاحظ إنه إلا هاي الحيوانات يكون في بينها قرابة، عشان هيك أنا إجيت حكيت الكلب فقاريات، الحوت فقاريات، والغزال فقاريات. إذا خلصنا من الدليل الأول، إنه أنا عندي التشريح بيثبت لي إنه في كتير كائنات حية متشابهة في التركيب،
فهذا احدى الادله اللي بتدل على التطور، انه الكائن الحي ممكن ينتج كائن حي ثاني وبنفس الصفات. اما الدليل الثاني هو السجل الاحفوري. شو يعني السجل الاحفوري؟ انه انا بدي اجيب بقايا كائنات حيه كانت موجوده زمان، بقايا ممكن اثار، ممكن طبعات، يعني اشي مطبوع على جبل كان او على ورقة شجر من سنين، فانا بجيبها وبرضه بقارنها ببعض ضمن طبعا تسلسل زمني معين. يعني انا مثلا باجي على السجل الاحفوري رح اجيب كائنات حية قبل مثلا 3 مليون سنة، وبجيب كائن حي قبل 2 مليون سنة، وقبل 100 سنة، وكائن حي متوفي جديد مثلا، وبقارن الحيوانات كلها مع بعض. فبلاحظ انا انه العظام، الهيكل العظمي، اجزاء الهيكل العظمي للكائنات الحية هاي كلها ممكن يكون في تشابه بينها. فهذا الاشي بدل على انه ممكن هذا الكائن الحي يكون من نفس عائلة الكائن الحي الموجود قبل 3 مليون سنة، لانهم جدا متشابهين. فكيف انا رح اعرف هذا الكلام؟ من خلال مقارنتهم ببعض. عندنا هون بالصورة هذا اسمه سجل احفوري. طبقات من الصخور تحكي لنا انه مش حكينا انه في السنوات السابقة انه احنا كل ما الصخر كان للاسفل اذا عمره بيكون اكبر. فاحنا بنلاقي بقايا كائنات حية موجودة في كل طبقة صخرية. لو اخذنا هاي الكائنات الحية من كل طبقة وقارناهم مع بعض ممكن يكون في عنا تشابه بين الكائنات الحية مثلا يلي بالطبقة يلي تحت اللي لونها سكني مع الطبقة يلي لونها اصفر فوق اللي عندها اثار زواحف. فممكن انا عندي هنا من طريق السجل الاحفوري ارجع لمقارنة الكائنات الحية او الاحافير بشكل عام الموجودة سابقا مع الكائنات الحية الحالية. فانا هون رح الاحظ برضو انه في بعض الكائنات فيها تشابه. اما الدليل الثالث يلي اعتمدوا عليه العلماء في تفسير نظرية التطور هو البيولوجيا الجزيئية. شو يعني البيولوجيا الجزيئية؟ هي دراسة التركيب الوراثي والبيوكيميائي لانواع الكائنات الحية. يعني انا بدي اشوف شريط الدي ان اي للكائن الحي والكروموسومات والجينات الموجودة فيه، وبدي اعرف المواد الكيميائية حتى يعني انزيمات الجسم نفسه لما بدي انا افحصها بيولوجيا هل تتطابق مع كائنات حية تانية؟ فهذا بدل على انه ممكن الكائنين يكونوا متطورين من بعض. يعني ممكن انا كيف بدي اثبت انه هذا الكائن الحي بيشبه الكائن حي؟ كيف انا ممكن تطلع لي حشرة جديدة انا احكي بتشبه العنكبوت مثلا؟ طيب انا شو عرفني انها بتشبه العنكبوت؟ هي مبينة بتشبه العنكبوت بس مش عنكبوت. ممكن من طريق اذا اخذت منها انا الدي ان اي وفحصته اكتشف انه هي فعلا نشأت من فصيلة العناكب. كيف بينت معي؟ عن طريق دراسة شريط الدي ان اي. وانا بالنسبة الي هاي هي الطريقة القطعية يلي هي بتحدد لي فعلا اذا الكائنات الحية متشابهة ومن في بينها قرابة او لا. هون ان شاء الله بنكون وصلنا لنهاية الحصة، وان شاء الله بنشوفكم في الحصة القادمة على خير وسلامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.